12 كتيبة 12 من الشام استطلاع عم يجد الضرب الهوي صار يا شيخ سليم بحثت في برجين مراقبة واحد ثم الثاني مراقبة مضبط شايف واحد 8 12 كتيبة 12 من الشام فوق فيش التراب التراب الركي وهو ساتر فوق 23 23 هو وين يضرب يضرب في الشق الوادي إذا ما نضرب على يعني ساتر هذا هو يضرب على الوادي إذا ما نضرب على رأس التمر تمام أعطاك يضرب في الوادي يعني فتح لبت يعني هو تم يضرب في القوة بعدين تذهب شادي شفت الكارو كشيك شادي مش شادي كشيك هو كشيك كشيك كارو